الدواء الحلم لإنقاص الوزن. لابد أنها دراسة الأحلام التي ينتظر التأكد من صحتها ملايين من الناس حول العالم. فقد طور فريق علمي في جامعة تكساس الأمريكية دواء يحافظ على نحافة الناس بغض النظر عن مقدار ما يتناوله من طعام أو وجبات سريعة أو سعرات حرارية تزيد من وزنهم. أتت هذه النتيجة بعدما منح العلماء فئراناً في المختبر الدواء ثم تركوها تتغذى على نظام غذائي غريب عالي السعرات، فوجدوا أنها أصبحت نحيفة على الرغم من تناول سعرات حرارية أكثر مما أحرقت، على عكس فئران تناولت نفس النظام الغذائي العالي سعرات الحرارية ولم يتم إعطائها الدواء وشهدت زيادة في دهون الجسم. وإلى جانب فقدانها للوزن، فقد كان لدى الفئران التي تناولت الدواء نسبة كوليسترول أقل ومستويات سكر في الدم أقل من تلك الموجودة في نظام غذائي نموذجي في طعام الفئران. وفقاً لذلك أشاروا إلى أن الأمور لن تقف عند هذا الحد، بل توقعوا أن يزيد الدواء الجيد والجديد من عملية التمثيل الغذائي في الجسم ويجعله أكثر كفاءة في تكسير السكر والدهون وفقاً لمجلة سيل العلمية. كما أفادت التفاصيل بأن الدواء المسمى CBACC يحقق تلك المعادلة الصعبة عن طريق تقييد نقل المغنيسيوم إلى الميتوكوندريا، وهو جزء الخلية المسؤول عن إنتاج الطاقة وحرق السعرات الحرارية، في حين تأتي فعالية عن طريق حذفه لجين معين يسمى MRS2 والذي يعزز المغنيسيوم في الميتوكوندريا. وعن طريق إغلاق هذا الجين فأنه يقلل من كمية المعدن الذي يدخل الخلية وبالتالي يعزز عملية التمثيل الغذائي. يشار إلى أن الفريق العلمي عند طلب براءة اختراع لدواء CBACC كان يأمل أن تجرى تجارب على البشر خلال السنوات المقبلة بغرض صياغة نسخة منه مناسبة لهم وليس للفئران خصوصاً، وأن علماء جامعة تكساس يزعمون بشدة على أن هذا الدواء يقضي أيضاً على جميع العواقب الصحية للنظام الغذائي السيء مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية والإصابة بسرطان الكبد.